هلا حبايب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. وانتم تشوفون هذا الفيديو، طبعا اليوم رايحين سفره، راح نتغدى هناك بمكان كلش حلو. راح نتغدى وراح نكمل طول اليوم هناك. حبايب هسه وصلنا للمكان، شوي رتبنا الغراض وهسه اشوفكم. شو تغدينا والعصرونيه وهاي، لان كل اليوم راح نقضيه هنا. تمام، فهسه اشوفكم كل شيء. هذا معوني، هاي كوبا كبار ودولمة العراقية المضبوطة، وسوينا منسف، المنسف الأردني بس منسف أردني مضبوط، ويا الجميد، الجميد الشيء الأساسي، وتبولة، وهاي صبيت، والطرش العراقي المضبوط، وأمي مسوية جعلت كيكات، فهاي كيكة إنه أمي مزينتها. أنا قطعت لي قطعة طبعا ما كملتها، وشربنا سفن، وهاي الكليتشة العراقية، كليتشة عراقية مضبوطة، هاي كيكة من أمي سوتها. ولازم دائما القهوة، القهوة يعني لازم فشي أساسي، هاي القهوة ولازم نشربها. هاي العصرونية نعصرنا، نقول عصر ناكلها ويا الشاي لازم. حبايب طبعا هناك اطفال يلعبون جسم مراجيح والعاب، هاي الحديقة اللي احنا قاعدين بيها، وهاي الكوب طبعا حديقة يعني كبيرة اللي قدام، الاشجار فوق كلش حلوة الاجواء. هسه اشوفكم الباقي. طبعا المكان هو عبارة عن انه كنيسة، هاي تمام، هنا الكنيسة، وهنا تكون شسمه الحديقة والعاب. طبعاً ناس اليوم، الجو كلش حلو. هاي رجعت لكم اني، طبعا الجو كلش حلو يعني خرافي، يعني لا هي بارده ولا هي حاره، طيبه. قاعده انا اتمشى، ضجت صراحه من القعده، قاعده اتمشى شويه. هاي الكنيسه، هناك حديقة كلش كبيرة، بيها شوي وبيها سوالف كومها. ساشوفكم برا شكو يعني يمها، بس بالخارج باعوا هناك غابة، هناك كلها غابة وبيوت. خلي ارجع حاطب. حبايب هسه راجعين البيت، تقريبا الساعة 7:30 هسه راح نرجع. وسووا لي اعجاب وعلقوا لي واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس حتى يصلكم كل فيديو انزله. طبعا بقينا من 11:30 هيجي طلعنا من البيت، هسه راح نرجع 7:30 هيجي شي. وان شاء الله عجبكم الفيديو، واني احبكم هواي هواي. اشوفكم بالفيديو الجاي، باي.